لا مساومة مع العملاء وسجلهم الأسود، وكتير منيح أنه نتذكر هالصور لحتى نعرف كل إنسان بده يرجع على لبنان شو هو وشو كان تاريخه وشو ساهم بلبنان، وأي شخص خان وطنه وخان خيه اللبناني بعتقد ما بيستاهل أبداً أنه يرجع. مساء الخير مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم. لا مساومة مع العملاء وسجلهم الأسود، وكتير منيح إلك لكل المشاهدين. يعني شفت هالصور معنا اللي بيوجعوا القلب، وهلأ ومش أول صور، صرنا 3-4 أيام عم نستذكر سجن الخيام، عم نستذكر شو صار. بدنا تعطينا الحقيقة الكاملة انطلاقا من اللي قاله دولة الرئيس غسان حاسباني، انه هن بعد مش عارفين شيء شو صار وكيف رجعوا وليه صار. شو صار؟ وسمعنا كثير عناوين، مين بده ينقلب عقائد الجيش، مين اللي بده يطبيع، مين اللي دس هالاسم، ليش بدهم يسقطوا البلاغه 303؟ اسئله كثير انطرحت بعد لهلا ما في اجوبه. وانا هون عفوا قبل ما اسمع جوابك بدي اشير لانه بكره الساعه 10 بقصر العدل في تقديم الشكوى، رح يكون بشكل رسمي، رح يكون الدعوه صادمه مثل ما عرفنا من نبيه عواضه على عامر الفاخوري وعلى اللي بدهم يحملوه مسؤوليه جرم خطف الاسير واخفائه علي عبد الله حمزه اللي لليوم بعده ما في عنه شيء، وجسته بعدها كمان حتى مش موجوده. هيدا الشيء الصادم اللي رح يكون بكره عن العميل فخوري. اضافي للي حكيه اليوم سمير خفاجه الاسير المحرر من الحزب السوري القومي الاجتماعي، وذكر تفاصيل وقال على الهواء انه معه تقارير طبيه كيف هيدا العميل ساهم باعطاء ابره بعد سنتين الاسير من بعد تحريره قتل استشهد بهيدي الابره. لا، في ملف له علاقه بجرائم الحرب. اليوم كميل ابو سليمان اللي هو وزير القوات اللبنانيه، مش عم نحكي لا عن وزير بحركه امل ولا وزير بحزب الله، عطى مقاربة لافتة قال اليهود بعدهم عم بيركضوا ورا اللي حرقوهم بالحرب العالمية الثانية وعم بيحاسبوهم. طيب إذا حرب العالمية الثانية، وبغض النظر مش عم نناقش تفاصيل المحرقة صح ومش صح وغلط ومش غلط، بعد لحد اللحظة إسرائيل بتتغنى إن عم بتحاسب إن عم تخطف يلي ارتكبوا بوقتها هيدي الجريمة أو المحرقة وعم بتحاسبهم. كيف نحن بالك بعضهم الضحايا احيا موجودين؟ انا كنت قدام قصر العدل ليندا، سمعت بداينتي وشفت بعيني هنو عم بيحكوا الاسرى عن معاناتهم معه تحديدا، هو اللي كان مسؤول عن كل الحراسات عن كل التفتيش، واهم شيء بالدعوه، وانا تقريبا نص الدعوه صار موجود معي. عندك نص الدعوه؟ نعم تقريبا الخطوط العريضه الاساسيه، وفيها للدعوة بند أساسي ومهم أنه بالانتفاضة اللي حصلت بسجن الخيام كان هو قائد قمع الانتفاضة ومعروف، يعني جيت والله جابك فأكيد دايما أنا عند جد عندي يعني سؤال، يعني أنت ما بيطلق سراحه بده يتحاكم؟ لا لازم ينعدم، مش بس يطلق سراحه. لا نحن اليوم سماحة السيد هاشم صفي الدين وعبرة للي مفكر يرجع، للي مفكر يجي اليوم السيد هاشم صفي الدين سأل سؤال مركزي رح اقرأ على الورقة مثل ما هو بعزة سماحة الشيخ حسن ملك كمان بنعزيه وبنعزي أهلنا. شو بيقول في بالحرف السيد هاشم صفي الدين؟ أهم عوامل تحريك بعض المشاكل التي حصلت في لبنان والتي تحصل على مستوى تحريك الفتن هو أمثال هؤلاء العملاء الذين جاءوا بجوازات سفر أمريكية وغيرها، وبتابع ليسأل وهم في الحقيقة إسرائيليون متسائلا من يقول أن هؤلاء ليسوا متواجدين كثر في المناطق اللبنانية ولا يقومون بأدوار مشبوهة، ومن يقول أن هؤلاء الذين يرسلون اليوم إلى لبنان ليسوا تابعين لمخطط خبيث يراد منه تخريب لبنان. يعني رجعت على الطيارات المسيرة، يعني رجعنا على الطيارات المسيرة، رجعنا على واضح أنه الطيارة المسيرة واحدة من أهدافها انك بتستغني عن الميداني، بتستغني عن الجاسوس او العميل الميداني يلي بيزرع عبوه، بتجي الطياره بتصور بدل ما عميل يراقب، وبتجي طياره ثانيه بتلزق العبوه بدل ما عميل يحط العبوه، وبتجي طياره ثالثه او الاساسيه المركزيه بتكبس الزر وبتفجر. وبالتالي يبدو انطلاقهم من هون طبعا انه في مساعده. لا وحده من اسباب الطياره المسيره انها بتستغني عن العامل البشري، يبدو عم نرجع لسيناريو العامل البشري. يلي حصل مع هذا العميل انا تقديري الشخصي، وانا حزين انه يكون نائب رئيس الحكومه يلي بنقدره وبنحترمه لو كنا بوضعيه الخصومه، بس معه حق انه هو مش عارف الحقيقه، وبالاسف للاسف
عم يعتبوا بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية وقت اللي بيكون في أصوات مثلنا ومثل غيرنا عم تطرح التساؤلات. نحن عم نطرح التساؤلات لأنه أنتم ما قدمتوا الجواب، باستثناء بيان الأمن العام اللبناني ما في ولا جواب اليوم تفصيلي رسمي عن كل اللي صار. جيش اللبناني طلعت كمان طلع بيان، بس بيان كرمال رد على سوريا، وهذا الشيء بيحزن بالأملي، وهن بيعرفوا اني بحترمهم وبحبهم، بس هذا ما بيجوز. طب جلسة ما بيجوز لسبب بسيط، مفترض يكون البيان عن العميد اللي تم توقيفه، اللي رافق العميد بطل اسمه الياس يوسف، رئيس فرع التحقيق بجنوب سر. اليوم في مجموعة أسئلة حول العميد. لمين؟ يتصرف هيك؟ ست ليندا. وبأمر من مين؟ هذا الضابط موجود بأخطر مطرح بجنوب لبنان، صح؟ كان عم يتواصل مع هذا العميل وترافق مع هذا العميل عند الأمن العام اللبناني، عم بيحاول يخلص له معاملته وحجز جواز سفره. واحد الحمد لله عنا بالأمن العام مدير اسمه اللواء عباس إبراهيم، واضحة الجرأة مش بس عنده، عند عناصره وعند ضباطه، وقال لك يروقوا بالفخ انه بالاخر في عميد بمديريه المخابرات جاي. بتفكر انت كما لو انه عفوا، يعني بتعتقدي للحظه انه يمكن يكون انا اذا بكون عنصر بالامن العام بفكر هذا جاسوس مزدوج، والله عم يشتغل هون وعم يشتغل هناك، يمكن كان حدا نغش. لواء عباس ابراهيم واداره الامن العام بضباطه بعناصره من المطار وحجز جواز سفره ب 4/9/2009 للتحقيق معه وتنييمه بالحبس ب 12/9/2019 وخلافا للقانون اعتبروه هن لا لا مش صحيح خلاف للقانون. وهلا اذا بدك نحكي التفاصيل، اول توقيف مبلا كان اللواء عم بيقول هيك انه هو تصرف خلافا للقانون لانه ما عنده مسقطين له البلاغ. اللي صار ما توقف ب 4/9، ب 4/9 الامن العام سحب منه جواز السفر واخذه عدس، استدعاه لانه تبين انه مشطوب 303 ولا بنحكي عنه اذا بدك، ب 12/9/2019 استدعاه، وصل برفقه العميد الياس يوسف من مديريه المخابرات فرع جنوب، تم التحقيق معه، تخابر القضاء، وب 13/9 طلع بيان الامن العام يقول هيك 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 صار معنا مع هذا العميل. هذا العميل يا ست ليندا وحده من اثنين، يا اما هو مبعوث بالون اختبار لحتى جربوا بقية العملاء، إذا فات بهالطريقة تجينا بكرة موجة عملاء جداد، يا أما هذا العميل بس بخاطروا فيه بهالموقع؟ هل ممكن بعتوا له شيء؟ أول شيء قلبه أكيد، أول شيء قلبه قوي، ثاني شيء أكيد هو معتقد إنه عنده حصانة أمنية سياسية ودبلوماسية دولية، والدليل إنه في كونغرس مانية اتصلوا بالقضاء العسكري اللبناني، في محامي أمريكاني بكرة كونغرس مان، أعضاء بمجلس النواب الأمريكاني اتصلوا بالقضاء العسكري اللبناني طالبين التدخل. لا نحن مش قدام حالة عادية، قدام حالة فيها كثير من التساؤلات، لا أنا ولا غيري بندعي أنه عندنا الإجابات الكاملة بانتظار دولتنا المصونة تعطينا الإجابات. لكن في مرحلة أساسية اللي هي 303 وعم بلشنا عم نسمع أصوات تقول ما مجلس الوزراء هو اللي لغي الوثائق. هلا بس وثائق غير هيدي الكاميرا إذا فيها تاخدها بعد أمرك بواحد أيلول 2015 معالي الوزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق، حرفيا هيدي برقية صادرة من وزير الداخلية. شو بيقول فيها؟ حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 24/7/2014 تضمن الموافق على إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، وبكفي باستثناء تلك المتعلقة بالتعامل مع العدو الإسرائيلي. يعني 303 يعني وقت ألغوهم لحتى يحرروا ناس كتير من وثائق كانت من مخبرين وما مخبرين، صح؟ بس هيدا بقي بس هيدا مين عنده صلاحية يلغي؟ بس لنبسط المسألة، 303 بتقول كل الإرهابيين يعني داعش نصرة تكفيريين، كل عملاء إسرائيل كانوا حتى اللي تحاكموا، يعني إذا عميل تحاكم بلبنان وبعده موجود بلبنان خلص محكوميته، كانوا كل اخر شهر يبعثوا وراه على المخابرات يسالوا مين شفت، وين سافرت، وين رحت، وين جيت. اجى مجلس الوزراء يقول انه يا جماعه في ضغط، خاصه بعد احداث طرابلس وارسال، انه خي في ضغط كثير كبير، خلينا نشيل هيدي الوثائق اللي لها علاقه باطلاق النار، اللي لها علاقه باللي انحكموا واللي ظهروا من الاسلاميين او من العملاء. بس ما تم الغائها لا على التكفيريين اللي هن خارج لبنان، ولا تم الغائها على عملاء اسرائيل. وهذا القرار لمعالي الوزير نهاد المشنون. نحن نتذكره منيح ما كان بمجلس وزراء. طبعا وعشت التفاصيل هيك، ما بقى حدا يقول انه طب مين عنده صلاحية يلغي؟ مديرية المخابرات يا الجيش. انا لا في يا مديرية المخابرات يا لا ما هي مديرية المخابرات مين الأعلى؟ لا مديرية المخابرات لتراسل، بدها تراسل عبر يا الجيش. يعني طبيعي. قائد الجيش لا مش اللي شرط يكون هو بيعرف ولا شرط. ما نحن هيدا السؤال الحقيقة ست ليندا، بغض النظر إذا اسم هيدا العميل انشال بال 2018
او انشال 2017 او 2016 او 2015 او اللي بدك اياه. نحن ما عم نقول انا بيعني لي نحكي انه انا بيعني لي يعني قياده الجيش مين من كان يكون. انا شو اللي بيعني لي؟ بيعني لي مسالتين. المساله الاولى ب 3/8/2018 قدم محامي طلب للمحكمه العسكريه اخذ براءه ذمه. اخذ براءه ذمه بناء انه سقط مع مرور الزمن. مع مرور الزمن بفهم القاضي اللي مضى طبيعي يمضي هيك مع مرور الزمن لانه عم يسقطوا. طيب روح يراجع. الا مرور الزمن الا 303 ما بينشأ 303 مرور الزمن. حاضر عظيم. طيب في راي ثاني شو عم بيقول؟ انه هو مش بعد 3/8 انشالت ل 303. هيدا الشيء اخطر. شو معناه هيدا؟ معناتها هيدا قدر يشيل 303 قبل ما يظبط حاله بالمحكمه العسكريه حتى. هو مفترض لا قبل ولا بعد يكون قادر يشيل 303. طيب شو الحقيقة؟ نحن اليوم في أسئلة بحاجة لعميد الياس يوسف من مين بيتلقى أوامره أنه يروح معه أنه يطلعه؟ نحن عنا أسئلة. أول سؤال، هل العميد الياس يوسف راح من راسه أم لا في حدا بعته؟ من هو هالحدا؟ سواء كان سياسي أو كان أمني أو كان عسكري. اثنين، ب 3/8/2018 هذا الزلم يخلص حاله بالمحكمة العسكرية، فهمنا استغل القانون وفات بثغرة بالقانون. بس ب 303 كيف ظهر اسمه منا؟ ظهر اسمه منا أكيد بالواسطة. مين هو اللي عمل الواسطة؟ لا مع 60 شخص. 60 شخص كلهم ملغى منهم البلاغ؟ هاي واللوايح بطلت سرية. اللوايح صارت موجودة. أخطر شيء، لا أخطر شيء باللوايح هو إن آخر نص سطر، آخر نص سطر كونهم أوقفوا وأجري اللازم بشأنهم. يعني بعد انبعت من قيادة الجيش مديرية المخابرات للأمن العام شرف اشطبلنا عن حدود البرية والبحرية والجوية، يعني المطار، هو الأسماء، لأنه وقفناه وحققنا معهم. طيب هيدا العميل عامر الياس الفخوري ما توقف، ما توقف ولبشنا بشوية أسماء لقيناهم كمان ما توقف. بعد الموجودين وين؟ يا بإسرائيل يا بأمريكا يا بمنطقة يا بأوروبا. لا أنا كنت عم بقرأ هلا عن عميل موجود ببلجيكا، كنت عم بقرأ عن عميل، يعني هو اللي بيجوا بباسبورات، بيجوا بباسبورات أجنبية طبعاً. وبيفوتوا إذا كان ملغي اسمهم مش رح يبين عندهم طبعاً. على سجلهم أنه هن مطلوبين حتماً. بيقدروا يفوتوا حتماً. وهو لحالهم قادرين يعملوا شبكة يرجعوا، مش بس يعملوا شبكة، بيديروا شبكات أساساً موجودة. امبارح كنت عم بسمع أحد الأسرى شيء بيحزن، عم بيقول أنه في واحد من السجنين اللي كان عليه بالسجن صار شرطي صار شرطي شرطي بالدولة اللبنانية. طب هون السؤال، يعني اللي مش من عندي انا اللي قريناه، من يورط قائد الجيش؟ أنا سمعنا بالصوره، انا ما بقول، لا عم نحكي الاشياء اللي قريناها. من مين اللي كان وراها؟ يعني هل انه مثلا، لانه نحن بنعرف انه معلش لنقولهم بشكل صريح اكثر، الوزير جبران باسيل لما طلع على الجنوب حكي وقال انه في نحن بدنا نرجع مواطنين. نعم. يعني اعتبروا مواطنين موجودين باسرائيل وهو اللي صار حقهم انهم يرجعوا هيدا على وطنهم، وقامت لقيامه وقتها. صح. وبكل مره عم يرفع هو هذه الراي انه بدهم يرجعوهم، بس هو اللي بعتقد مش يعني خلينا نكون دقيقين. بورقه التفاهم ب 6/2015 بين حزب الله والتيار الوطني الحر في مرم خايل، وقع سماحه السيد حسن نصر الله وفخامه الرئيس ميشيل عون اتفاقيه بند السادس، كان المسمين المبعدين لفلسطين المحتلة. لكن شو في البند السادس؟ البند السادس واضح، محاكمتهم فور عودتهم، يعني بيرجع بيتحاكموا بينشف. صح. صار في حالات مثل ابنه العاقل هاشم اجى على لبنان ليحضر زفاف، شال اسمه عن 303 بحجة انه كان عمره 4 سنين وقت الفتح على اسرائيل او ظهر على اسرائيل. طيب هيدا كيف بده يرجع؟ بده يرجع. هلأ اليوم في فرصة جدية نرجع نشوف هالملف من اوله لاخره، بغض النظر مين خبص، نوقف تخبيص أول مرحلة، تاني مرحلة نحاسب يلي خبصوا إذا كانوا عن عمالة أو عن غبا أو عن رشوة يمكن ما بعرف، لأنه في أسماء واضحة هي موجودة قدامنا، وللأسف في بعض الضيع المحددة بالذات فيها عدد كبير. ليه؟ مين هو هالمفتاح بهيدي الضيع يلي عم يروح يخلص ملفاتهم للعملاء؟ أنا ما عم أقول لا سمح الله قائد الجيش مرض، انا ما عم اقول لا سمح الله. لا احنا قلنا مين مدير السؤال اللي سال انه من ور، لكن ورد. انا معني انا مثلا معني الصوره اللي انحطت هويات وزعت بدقيقه كانت انتشرت على كل السوشيال ميديا، فينا نوقف الصورة. يعني في الصورة فيني يكون، لانه هون معلش انحكى، وانت انا بنعرفك انك انت بتحكي. نعم. القصص بصراحتها، وهالقد انحكى انه هيدي معركه رئاسي كمان. طيب في هلا بنعمل ستوب،
بخصوص الصورة فين يكون أنا وحضرتك هلا بمؤتمر بموسكو عظيم تتصور معنا صبية أو شاب بعد ساعة تنزل صورة أنه هي ضابط بالموساد مثلا بتصير. إذا الصورة خلينا نشيلها على جنب. الوزير جبران باسيل ونحن على الأنبياء أنه أنا شهدت في مجروحة بس الحقيقة الوزير جبران باسيل لهلا ما عمل ولا تليفون كرامة هيدا العميل. أنا عندي كل الجرأة أقول الحقيقة. لا ما رح تعمل أكيد. لا وأكثر من هيك هو مش داعي. لو داعي أنا برأيي كان حميه. راح افترض ابعد من هيك انه في حدا بس ما تبين انه في علاقه يعني لا هيدا اللي عم بقوله بس هو عم بحكي انا كملف كله سوا يعني هو يا ست ليندا هو صاحب يمكن عرب هيدا الملف اللي عم بتقوله مو بعدين نرجعهم ونحاكمهم بلبنان برك الحق على بجزء منه على حركه امل وحزب الله عم بقول على الانبيان يلي من وقتها كان لازم يقعدوا على الطاوله ويفتحوا نقاش جدي حتى ما حدا يفوت يستغل هذا الباب. هذا الباب مفهم انه رجعوا اهلا وسهلا فيكم بينما بالحقيقه مش رجعوا اهلا وسهلا فيكم. رجعوا اللي بده يتحاكم لازم يتحاكم. اثنين في نظريه سيئه شو بتقول؟ انه كان عمره 4 سنين او 5 سنين وقت اللي راح، هيدا اخطر من العميل اللي كان موجود، طيب ما هيدا قاعد بتل ابيب واصحابه كلهم بالمستعمرات ويمكن خدم بالجيش الاسرائيلي، طيب مجرد حصوله على الجواز السفر او الاقامه الاسرائيليه اذا هذا لازم قانونيا ممنوع يدخل على لبنان، نحن بقانوننا ما في يكون واحد حامل هويه اسرائيليه ويفوت على لبنان، اساسا بطل لبناني لياخذ الهويه الاسرائيليه. نحن بحاجة نناقش بهدوء ورب ضارة نافعة. يمكن هذا العميل اللي انكشف وكتر خير الأمن العام اللي كشفه وكتر خير الإعلام وكتر خير الناس اللي نزلوا على الشارع. الضغط اللي صار قدام قصر العدل بلحظتها، الضغط اللي صار اليوم بسجن الخيام، بكرة نهار التنين رح يقدموا دعاوى 10 أسرى محررين، نهار الثلاثة القاضي نجاة أبو شقرة معنية مش بس تسمع العميل، بدها تسمعه وبدها تواجهه ويا الأسرى وبدها تحط مقاربة جديدة. وأنا موجود معي ملفه القضائي وبتحبي هلأ أعطيك إياه ملفه له اللي على أساسه تحاكم بتهمة الاتصال مع إسرائيل وعملائه. لا هو قصته ما أنا قصة اتصال، هو انحكم 15 سنة غيابة بتهمة الاتصال مع العدو. طيب تبين عنده جرائم، عنده جرائم حرب، تبين عنده جرائم ضد الإنسانية. الأسيرين بلال وإبراهيم هو مسؤول عنه. لا وللأمان القضاء العسكري يعني منحن إير و براسة أكيد جيرمانوس بيتر جيرمانوس ودعوا عليه بال 540 541 يعني وصلوا معه للإعدام. طيب وبالتالي أنا إذا الأمريكان بالدنيا ما فيهم يعملوا تصور مع ترامب الزلمة الأمريكان القانون الأمريكاني لا مش إنه قصة تتصور مع ترامب بس إنه يعني مبين إنه فاعل القانون الأمريكاني لا القانون الأمريكاني بيقول يتحاكم بالإعدام كل من شارك في تهم لا علاقة بالتعذيب. حتى الأمريكان بالقانون ما بقى فيه حموه. طيب في شيء اخطر اليوم بالقانون الامريكاني، هو ما في ياخذ جنسيه اذا كان مشارك بجرائم حرب. ما هو مشارك بجرائم حرب. نحن اليوم بالنسبه للامريكان راح يكون عنده جرائم تعذيب، نحن اهل بالعكس راح يباركوا هذا التعذيب. صح صح ليندا، المرجله هون انه نحن نحضر ملف قانوني جدي بكره من بعد ما ندعي عليه بالقضاء اللبناني نروح ندعي عليه بالقضاء الدولي. نحن معنيين نحاسب العميل يكون عبره للاخرين والعملاء اللي عم بفكروا يجوا بعتقد هلا ما بقى يرجعوا. ونحن معنيين نكمل المسار القضائي. انا اخلاقيا بالنسبه لي العميل اللي كان حارس مثل اللي كان يعبي مي مثل اللي كان يقوس بالمدفع، كلهم عملاء، لكن امام القانون لا، القانون صنف هؤلاء العملاء. نحن بدنا نروح بهذا التصنيف للاخير ونحاسبه بجرائم حرب ونشوف كل شركاء الذين شاركوا معه. بس حكيت شغله مهمه، قلت انه انا الاوان اللي يفتح هذا الملف طبعاً بشكل جدي. صح هو وقتا حكى يعني انا بتذكر كان معي الوزير محمد فنيش هون. نعم. وانا سالته عنه وحكي انه كانه ما في حكي ما في نقاش فيهم انك ترجع انه هيدا اللي قاعد باسرائيل كل هيدا الوقت انه شو منتظر لا لا انا منه انا انا عودتك يعني ما بدنا نكون بالعواطف بس ممكن بعدين غصبا عنهم. نعم. ممكن ليندا عودتك على الصراحه نهار انحكى بالعفو العام عن الإسلاميين وعن بعض المطلوبين ببعلبك الهرمل إطلاق نار وغير إطلاق نار انقال والعملاء وعلى الطريقة اللبنانية حطوا 3 ملفات على الطاولة بالعربي اللي مشبرح إنه ملف الإسلاميين اللي أغلبهم من أهلنا السنة وملف أهل بعلبك الهرمل أهلنا اللي أغلبهم من الشيعة وملف العملاء. وما بعرف ليش إنه الناس مضطر يعني بدل يلبسوها للمسيحيين بالرغم اللي بيقرأ الأسماء العملاء يمكن يطلعوا المسيحية أقل من 3. قال هيك انه بتشيلوا هول بنشيل هول طار العفو العام. وانا بعتقد معك هون بالاستديوهات رح يطير العفو العام، رح يطير العفو العام لانه في مين اجى يربطه معنيين حزب الله وحركه امل
واليوم العلاء بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بأحلى حالتها. يمكن هاي دي أكتر مرحلة يكون فيها هدوء، يقعدوا على طاولة واحدة يناقشوا بهدوء وياخذوا بالاعتبار عوائل الأسرى، ياخذوا بالاعتبار عوائل الشهداء، ياخذوا بالاعتبار عوائل الجرحى، ياخذوا بالاعتبار أصوات الناس. وأنا واحد من هالمليون هالملايين الناس يلي ما راح نقبل نشوف عميل عم بكذب ببلادنا. طب وأنا كمان سألت ست ميراي عون لما كانت معنا، قالت لي إنه في ناس عم بيراسلوهم، في عم تجي رسائل عند رئيس الجمهورية إنه هن بدهم يرجعوا على بلدهم، على المحكمة أهلا وسهلا فيهم، إنه كانوا يجوا على المحكمة، ما كان كان بظروف اللي اضطروا يروحوا فيها، بس هن بدهم يرجعوا يعيشوا ببلدهم. يجوا على المحكمة، يجوا على المطار، من المطار على المحكمة، من المحكمة كيف عامر فخوري بينفتح له جردة بجرائمه وبيتحاسب بالقانون، وإذا معه هوية إسرائيلية ما فيش على البلاد. هن خايفين يمكن إنه جوا. لا كمان إحنا بدنا نطمنهم، يعني واحد بيقتلك بيتعامل مع العدو. لا عم نحكي عن المبعدين، هي حكيت طبعاً عن مين العيال. أول شيء كلمة مبعدين. ما هيدي صندوق. هو بعد حاله. هو بعد حاله. هيدا كان الجواب إنه هن اختاروا. لا ستلين ده أنا. بيقولوا لنا نحن اخترنا مرغمين، نحن بدنا نرجع. بس نحن خايفين، عطونا تطمينات إنه نحن نتحاكم بطريقة عادلة ونرجع نعيش عادي يعني. في عن جد حساس الموضوع كثير. كنت قائد كشفة بكنيسة مرج عيون، كنت شايف كيف العمل عم ياخذهم الجيش اللبناني، حزب الله وحركة أمل والحزب القومي والحزب الشيوعي واقفين عم يتفرجوا عليهم، وكان العمل عم يروح على المحكمة العسكرية ويتحاكموا شهر واثنين وثلاثة وستة ويرجعوا، وعوائلهم ما حدا عم يتعاطى معهم، ما حدا بعدهم، ما حدا دفشهم، هني راحوا نطوا فوق الشريط. وعم نحكي عن شغلة عمره 20 سنة، الطفل اللي راح عمره سنة صار عمره 20، طيب هذا اللي خادم عسكري بجيش الإسرائيلي، كيف شو بدي يجي يعمل بلبنان؟ يطلع الباروك يعني سياحة؟ شو بدي يجي يعمل؟ هول الإسرائيليين، الإسرائيليين، هلأ بتقولي لي والله واحد راح نط فوق الشريط، قعد 3 أيام ورجع ركب طيارة أو بالبحر وراح عاش باليونان وقطع علاقته مع الإسرائيليين، وهو أساساً وقت اللي كان عمره سنتين، بقول لك خذيه على المحكمة يفتحي له ملفه. طيب عامر فخوري حكمت له المحكمة العظيمة 15 سنة غيابي، غيابي مفترض تكون الحكم إعدام، لأنه دائما الحكم الغيابي بيكون عالي وبتروح أنت بتستأنف فيه. أنا عامل قطع وزم بميشيل سليمان ماخذ 6 أشهر حابس من نفس القاضي نشاط أبو شقرة اللي بدها تحاكمه العميل، إذا قطع وزم 6 أشهر هيدا كم 6 أشهر بده ياخذ؟ 600 سنة لازم ياخذ. طيب هيدا برأيك كيف رح ينشر التحقيق مثل ما هو؟ للأمانة اكتشفنا يعني إيجابيتين. اكتشفنا الإيجابية الأولى أنه نبض الناس بعده حاضر ودغري، وأنا من الناس دغري اللي نزلوا على قصر العدل وبصراحة كنت عم بتفاجأ واليوم بالأخيم يعني طبعا لا قصر العدل لأنه كانت سريعة يعني القصة عمرها كم ساعة نزلت الناس الناس لبت الناس حضرت الناس تركت أشغالها الناس ما توخزين بالكلمة ما خافت عبرت بصوتها بوجوهها بدون أقنعة هذا ببشر بالخير. اثنين المسار القانوني اللي بلشوه الأسرى المحررين مسار عظيم لأنه وقت اللي بدهم يروحوا يوقفوا قدام القاضي ما في القاضي إلا ما تاخذ بشهادتهم. هون ناس أحياء أبطال موجودين اليوم عامر فخوري في ضحايا أحياء بعدهم موجودين. أنا اليوم كنت عم بسمع أخوات أسرى محررات حكيت وحدة منهم كيف كان يحط لها السيجارة بجرحها ويطفي السيجارة بجرحها بخسرتها بكليتها. طيب كيف فيهم ينطوا فوق منهم؟ ما فيهم ينطوا فوق طيب منهم. هون بدنا نفوت على موضوع بيتعلق بالقوى السياسية الموجودة بلبنان واللي دغري بتستحضر. يعني اليوم سمعنا النائب سامي جميل بذكرى نعم. وكمان نحن بذكرى اغتيال رئيس بشير جميل وشفنا شو انحكى، ومبارح كمان سمعنا على صوت لبنان انه في ناس تهوى بهاوية انه تعمل من الحبة قبة، يعني حبة عم نحكوا عن الملف العميل انه من الحبه قبه يعني بعد في نحن بعدنا ما عندنا مصالحه بين بعضنا البعض بهيدا الموضوع. كنت يا ست ليندا بجريده السفير بال 2008 كنت اشتغل بالسفير قاطع بالسياره عم بسمع الراديو على 90.3 الموجه بلقط اذاعه اسمها اذاعه المشرق من اسرائيل المذيع صوته لبناني تركت الراديو قعدت تسمعت عم ياخذ اتصالات من جماعه اللحديين ويحكي وياهم وكذا ومدري شو كتبت تقرير موجود بارشيف السفير فين يرجعوا للناس ورحنا قدمنا شكوى انه الاسرائيليين فايتين مش بس على تردداتنا عاملين اذاعه للحديين موجود التقرير فين يقروا الناس هول راحوا ما تابوا
راحوا عملوا مجتمع صغير يشتغلوا فيه مع العدو. تعرفي مين اللي شارك بقمع الانتفاضة بعد الألفين؟ هن هو اللحديين، نزلوهم الإسرائيليين بتياب مدنية على أنهم متظاهرين بين الفلسطينيين، وصاروا يكمشوا المتظاهرين الفلسطينيين ودون على الحبوس. هو راحوا خدموا بالجيش، هو اللي في جزء منهم عملوا حقامات طلعوا على التلفزيون غيروا بس دينهم. أنا سؤالي إنه يعني بعده هيدا الموضوع جرم العمالي ما انقطع، ما هي الأساسية. يعني فكرة هلا بدنا نحكي قانون قبل السياسة وأخلاق، من دون اتهام العمالي، مو دغري بيقول لك إنه يلا بتكون تعملونا فحص بالوطنية بالهيدا. قاعد بإسرائيل حمل جواز سفر إسرائيلي. بس هيدا يعني معقولة بعد نحن معنا معنا إجماع ملف؟ ما بتتخيلي انه بعد 20 سنه تيجي تناقشي انت انور ياسين وسهى بشاره وعفيف حمود؟ للاسف سهى بعدها بالترن، ما قادره هي بدها تطلع معنا سكايب، ما قادره والارسال عندها كثير ضعيف، ما بعرف اذا رح نقدر نلحقها قبل ما تخلص الحلقه. بس معنا نبيه عواضه، خلينا كمان نبيه، يعني ما شاء الله عنده بكفي وبيوفي. استاذ نبيه مساء الخير. مساء الخير. ما عم نسمع استاذ نبيه. ايه مساء الخير استاذ نبيه، انت معنا صرت على الهواء. اوكي مساء الخير. مساء الخير، كيفكن؟ عم يحكي على التليفون. الو. طيب بس مساء الخير. انا معكن على الهواء. عم تحكينا؟ بس احنا كتير الصوت بعيد. شباب بعلونا الصوت شوي باستوديو. نحن عرفنا بكره انه عندكم متوجهين على قصر العدل، بدكم تقدموا الدعوه بشكل رسمي. بكره عم بتقول انه دعوه صادمه. ليش؟ اوكي. بكرة الساعة 11:30 راح يتقدم المحامي المكلف من قبل أسرى المحررين، 9 أسرى محررين، هن أنور ياسين، نبيه عواضة، عفيف حمود، يوسف ترمس، أحمد طالب، رجاء محمد رمضان، وعباس أبلان، بشكوى بدعوة شخصية موجهة ضد القاتل والمجرم الجزار عامر الفخوري، عامر الياس الفخوري، مشان يكون الواحد كتير دقيق بالاشياء اللي عم بيقولها. هيدي الدعوة ما راح تكون اخر دعوة بيقدموها الاسرى، يعني يتبعها مجموعة من الدعاوي الشخصية من الاسيرات المحررات، من عائلات الشهداء اللي استشهدوا بمعتقل الخيام، ومن الجرحى الذين اصيبوا باعاقات جراء التعذيب الذي مورس بداخل المعتقل. أبعاد هذه الخطوة، أولاً هذا المسار القانوني القديم الذي كنا نعول عليه مطولاً في أن يشكل بالنسبة لنا نوع من التعويض عن المعاناة والتعذيب والقتل الذي مورس بحق الأسرى في معتقل الخيام تحديداً. كنا نعول على هذا الإداء القانوني والقضائي، إلا أننا أصبنا بخيبات أمل كثيرة جراء التدخلات وجراء المساومات والتسويات التي حصلت في ملف معالجة العملاء. هذا المسار القضائي الذي يمكن أن نسميه تشويه للعدالة وتشويه لصورة القضاء وتشويه للموضوع الإنساني بدرجة أساسية، أوصلنا إلى هذا البزار الذي وصلنا إليه، والمتمثل ب تبييض وشطب يعني أسوأ ما يمكن أن يفعله الإنسان، أسوأ ما يمكن أن يفعله الإنسان، وهو أن يخون وطنه وأن يتعامل مع ممتاز دولة. بس ولكن استاذ نبيه، انتوا رح تقدموا هيدي الدعوه، وكمان هو زلمه عنده عم بيقولوا انه في عنده محامي رح يجي من امريكا، قديش رح تضلوا بهالزخم انه انتوا تقدروا توصلوا؟ هلا اكيد بعد هالشيء كل اللي صار ما حدا ممكن يفكر للحظه انه رح يكون في تهاون معه، يعني مثل ما قال الاستاذ سالم انه اجيت والله جابك مع كل هالجرائم اللي عاملها. نحن رح نختصر عليه وعلى اللي بيمثلهم وعلى اللي بيوقفوا وراه وعلى الأمريكان اللي جايين يدعموه. نحن بالنسبة لنا بمعركة، يعني استعدنا إذا بدك المبادرة بموضوع مقاومتنا للاحتلال، بس هذا الاحتلال اليوم هو المتمثل بهذا النوع من الاحتلال الذي يمثله هذا العميل تحديدا الحامل للجنسية الإسرائيلية. الدعوة غدا لن تطال فقط عامر
الفخوري بشخصه انما برمزيته. انما على الكلمه وفي كل على كل حال نحن رح نكون معكم ان شاء الله بكره, بكرة عن تقديم هالدعوه. بدي اتشكرك استاذ نبيه عواضه استاذ سالم, ما بعرف يمكن نقدر ناخذ سهى. سهى مساء الخير, كثير منيح سهى. اهلا, مساء النور, لا تواخذونا بس كنا بسفر. يعني انا هيك قلت بس مجرد ما نسمع اسمك هيك قلبنا بيصير ينبض. سهى بشارة, نحن سمعنا كثير تعليق على اللي قلتيه وعلى العميل الياس فخوري اللي من الاساس عامر الياس فخوري اللي انت متلوعه منه. شو فيك تقولي لنا بس بشكل سريع, نحن كثير طحشنا على الوقت بس ما فينا ما ناخذك. شو فيك تقولي لنا ست سهى؟ يعني بغض النظر, انا بعتبر في نقطه اساسيه, بغض النظر عن عامر الياس فخوري ومسؤوليته عن سجن الخيام ومعتقل الخيام والشرطة التي كانت تابعة لجهاز الأمن القومي الإسرائيلي واللي كان هو يأتمر بأمرتهم, أنا بعتبر في نقطة أساسية على الدولة اللبنانية بكامل أجهزتها القانونية والسياسية انه توقف عند نقطة كتير حساسة. هل من الممكن العمالة ان تكون وجهة نظر وبيمر عليها الزمن؟ ما معقول يعني العميل طالما هو عميل يحاكم. طب ست سهى, يعني اول ما عرفتي بهيدا الخبر شو تراجع لك الى الذاكره, واذا شفتيه هلا اذا قابلوك فيه شو بتقولي له؟ يعني بصراحه ما بعتقد نحن اللي لازم نقول له, على الدوله اللبنانيه هي اللي تقوم بلعب دورها من البدايه حتى الاخير فيما يتعلق بملف العملاء, فيما يتعلق بملف مجرمي الحرب, فيما يتعلق بموضوع الاحتلال الإسرائيلي. نحن معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي هي معركة مفتوحة, وطالما نحن في حرب مع هذا الاحتلال ومع هذا العدو الصهيوني لا يمكن صفة العمالة وتهمة العمالة أن يمر عليها الزمن. بدك تقول شيء؟ بدي أقول لسهى بشارة اللي هي علمتنا واستزتنا من بعيد واللي كانت صورها هي أحلى شيء نحطه على بقلوبنا وعلى تيشرتاتنا. بدي أقول أنه أنا بتشكرها أنها شددت على الاسم الثلاثي عامر الياس فخوري, ورح أكشف لك هلأ شيء جديد أول مرة بينحكى. عامر الياس فخوري بالتحقيق معه اللي كان على مرحلتين, المرحلة الأولى في الأمن العام اللبناني والمرحلة الثانية نعم القاضي بيتر جيرمانوس حقق والتقى بالعميل عامر الياس فخوري, حاول أن يتنصل وأن يقول أنه ليس عامر فخوري آمر سجن الخيام وأن لديه ابن عم اسمه عامر فخوري هو آمر سجن الخيام. نعم ما قالته سهى بشارة ربما من حيث تدري أو لا تدري هي قالت الاسم الثلاثي, وأنا من الآن أقول للأسرى ومحامين الأسرى توقعوا وتجهزوا, هكذا سيقول لكم غدا في التحقيق عامر الياس فخوري. هو يحاول أن يتنصل بهوية ابن عمه ويقول عامر فخوري آخر هو الذي كان آمر سجن الخيام. بس هن قال شيء ما بيكون لا نعم نعم طبعا طبعا لهيك عامر الياس فخوري, لهيك عم شدد على الاسم الثلاثي لأنه هو اللي موجود عنا بلبنان بالسجن عامر الياس فخوري الخيام. نعم ست سهى بدي أختم معك المناضلة سهى بشارة, أي متى رجع على لبنان وشو الرسالة اللي عم بتوجهها هلأ من خلال شاشتنا لكل المسؤولين بلبنان وللقضاء وللأجهزة الأمنية, كونك يعني كنت من هالأسرى اللي تعذبوا, وطبعا نحن ما بننسى محاولة الاغتيال اللي عملتيها لأنطوان لحد الجريئة واللي بترفع الراس, شو الرسالة اللي بتوجهها؟ بغض النظر عن أمتى رجعين على لبنان, الرسالة الوحيدة اللي نحن منوجهها لكل
الدولة اللبنانية بسلطاتها السياسية والقانونية والوزارية بدءا من وزارة الخارجية وصولا لوزارة العدل، في عنا شخص اسمه جورج إبراهيم عبد الله له 35 سنة يقبع في السجون الفرنسية بتهمة بس المعاداة للصهيونية. السؤال كيف نحن نسقط تهمة العمالة ومنمحيها لهذه التهمة ونحن عاجزين انه نطلع ونطالب كدولة لبنانية بشخص مثل جورج إبراهيم عبد الله؟ يعني انا بالنسبة لإلي لازم على الدولة اللبنانية تكون بمستوى هالمسؤولية فيما يتعلق بملف العملاء، ومش كل ما دق الكوز بالجرة يقولوا لنا ويحكونا عن المبعدين قصرا. يا عيني هناك آليات في الدولة اللبنانية، وهذه الآليات لا يمكن انه نحن نقبل كلبنانيين اولا وثانيا كمواطنين وثالثا كجنوبيين ورابعا لانه نحن بننتمي لهيدي الارض، لا يمكن انه نقبل نفتح هيدا الملف ونعتبره ملف عفى الله عما مضى. معلش لازم اي انسان بده يرجع الى لبنان من دخل الى اسرائيل يسمحون فيها الحد الادنى ان يتم توقيفه والتحقيق معه. ونحن يعني من يعني مضطرين نحن نخضع للقانون اللبناني، ولكن مش منلغي القانون اللبناني على حساب العمالة. مزبوط 100%. أنا بدي أشكرك المناضلة سهاب شارة، عم تحكينا من سويسرا ويمكن وصلتي على باريس، وإن شاء الله منشوفك قريبا بلبنان، لأنه أنت اللي لازم نشوفك بلبنان مش العملاء اللي مثل عامر الياس الفاخوري. نحن مش عم تشكرك سي سالم زهران، شكرا لك. يعني طحشت على الوقت وبدي اعتذر من ست لميا المبيض بساط اللي رئيس معهد باسل فليحان المالي، لانه كنا ما نحكي عن موازنه المواطن اللي بكره بدها تطلق. على كل حال انا رح اقول لها انه ان شاء الله بالحلقه الجايه رح تكون معنا بالاستوديو ست لميا لنحكي عن هالموازنه اللي عم تطلق للمره الثانيه ورح عم بتكون مفارقه بالنسبه للمجتمع الدولي. شكرا لك. شكرا لحضرتك ولكل اهلنا. الحمد لله النبط بعده جاهز وحاضر بوجه العملاء ولازم يضل جاهز. هاي المعركة ما انتهت، بده يبقى الضغط موجود ليبقى موجود بالسجن. معركتنا ونبضنا ونبضكم. ملتقانا بيتجدد الأحد الجاي. تصبحوا على خير.